مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. دلوقتي جت معاد الفقرة الثانية من حلقة الأهلي الليلة النهاردة بعد الفقرة الأولى اللي كانت لزميل عزيز أستاذ محمد الجندي واستضاف فيها قيمة طبعا إعلامية وصحفية كبيرة هو أستاذ عصام شلتوت، وكان حديث بصراحة جيد وشيق وممتع. لكن في هذه اللحظات والفقرة الثانية من حلقة النهاردة هنستضيف أحد نجوم نادي الترسانة الكبار وأحد أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر سابقا مع نجم كبير جدا كان طبعا كابتن محمود الجوهري، وهو طبعا الكابتن محمد ابو العز. منورنا ومشرفنا في الاستوديو كابتن محمد، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل تمام؟ الحمد لله. في البدايه كده خلينا نتكلم عن بداياتك مع كره القدم. انا عارف ان انت ابتديت كلاعب كره سله في الاول. لعبت كره سله. احكي لنا القصه مشيت ازاي لحد ما بقيت نجم كبير في نادي الترسانه. لا، هو الواحد كان بيحب الرياضه عموما، يعني في حاجه في الابتدائي اسمها القسم المخصوص اللي هم التدريبات العروض، اتقدمت فيها الحمد لله. اللعب طبعا كان في الشارع، ثم بعد كده لما دخلنا الاعدادي لعبت كره سله. اللي حببني فيها كان الاستاذ امين مرجان، كانوا بيسموه ضابط التربيه الرياضيه، بيسموه الضابط زمان، وكان مدرب هايل في كره السله، فحببنا في اللعبه. وبقت المدرسه اللي انا كنت فيها كنت الوحده العربيه، كانت يا بطوله منطقه يا بتخش جمهوريه. بعد كده دخلت البراميه الثانويه، كانت في الفتره دي البراميه الثانويه كانت بتضم معظم لاعبي نادي الزمالك تمام والنادي الاهلي، كان فيها زازا، محمد زازا الله يرحمه الكبير، كان في كابتن نبيل نصير، كان في سليمان طنطاوي، كان في عبد المنعم الحاج. فحبينا واحنا في اولى، هم كانوا في ثالثه حبيناها. وكان عندنا كرة الطايرة كان على مستوى الجمهورية، كان عندنا الكابتن عبد اللطيف ابراهيم مدرب النادي الاهلي، وكانت فرقة النادي الاهلي كلها الكرة الطايرة كانت في الابراهيمية الثانوية. فضمني للفريق. بس لقيته بقى بيجيبني الساعة 7 الصبح، قلت له لا ما ينفعش يا كابتن عبد اللطيف، عبد اللطيف ابراهيم كان مدرب منتخب مصر، ما ينفعش انا بقى. قال لي لا بس تعالى وبتاع وهتتبسط. وكان عندنا الكابتن عز خليفه المدرس الاول، وكان مدرب احمال في نادي الزمالك. فطبعا بين الكوره والطايره لو انت خيروك هتروح فين؟ الكوره طبعا. الكوره، فروحت الكوره. في ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي دخلت الكوره، وصلنا نهائي جمهوريه ولعبنا مع اسكندريه، بس اتغلبنا. كانت محرم بيك فيها عز الدين يعقوب وشتا، وكانت مجموعه كبيره، بس احنا كنا تقلصنا، كنت انا بس والكابتن علي الحلو الله يرحمه، والكابتن زازا، والروبي مصطفى، مش الروبي الكبير، الروبي الثاني، كان في النادي الاهلي برضه. في الفتره دي بقى رحت اختبارات الاهلي، كان الكابتن كامل مسعود الله يرحمه وكابتن همامي، وشافوني. اللي خدني هناك كان الكابتن فتحي خطاب، لاعب النادي الاهلي، لاعب الدولي، الجناح، كان هايل، كان بيجي عندنا المنطقه في زين العابدين في السيد زينب وبيلعب، فشافني وانا بلعب، قال لي يا بتيجي تعالى يا ولد. هو اللي اختار، هو اللي قال لي قال لي تيجي، هتيجي معايا يوم، كان يوم 4 هتيجي معايا وبتاع. فاكر طبعا انت بالتواريخ، بالتواريخ. لا ما هو بعدين كابتن فتحي خطاب كان قيمه في النادي الاهلي، فقدمني للكابتن كامل مسعود، وكان جسم انا كبير اكبر من سني يعني، فكان اي حد بيشكك فيا يعني يقول له انت مزور. مسند طبيعتي كده يا جماعه. وكانت طالعه في الفتره دي بقى ان ايه، الصغيرين لما يربوا شنبهم برجوله. فقال لك ده ما كان 16 سنه. فقال لي تيجي التمرين اللي جاي. فخلاص رايح التمرين اللي بعد تاني، كان يوم سبت، فرايح فداخل من الباب لقيت الكابتن كامل مسعود بيضرب جمال محمود لاعب الدولي. فخفت، قلقت، رحت راجع. رجعت لقيته بيضرب اللعيبه. طب ازاي؟ خفت طبعا، الواحد ما كانش متعود على الحاجات دي. فكان في المنطقه عندنا كان الكابتن الله يرحمه عبد نصحي ورفاعي. رفاعي خدني نادي الزمالك. طبعا. قال لي تعالى نادي الزمالك. فروحت مع الكابتن علي شرف، كان عندهم فرقه كويسه قوي في ال 20 سنه، كانت الاهلي والزمالك عندهم فرقتين كويسين قوي. تمام. كان انا فاكر معظم اللعيبه ومعظمهم لعب درجه اولى. كان ابرز اللاعبين المتواجدين هنا او هنا؟ كان هناك في الزمالك كان في عابد كان بيسموه بيليه. وعبد العزيز سكوتي، وكان علي وهدان والدله، الاهلي كان سيد فرج، وكان جمال محمود ومصطفى عبد الغالي وعمرو وعلو مطر الله يرحمه. كانت دي فرقه ال 20 اللي انا، كان ما كانش فيه 19، كان فيه 17 و 20، ما كانش فيه فاصل بينهم لا 17 ولا 18. تطلع من 17 تلعب تحت 20. فرحت مع الكابتن رفاعي قال لي تعالى معايا وبتاع، ورحت معاه
رحت مع كابتن علي شرف، لقيت عارف شغل بقى ايه المناطق. بتوع عابدين مسيطرين على الفرقه، اللعيبه ما بيبصوش لحد. فما سالتش، نزلت ما لعبت، ما لمسش الكره مرتين ثلاثه. فطبعا ما اتضايقت وما بانش في نفس الوقت. اكيد. فرحت سايب للنادي ورحت ماشي. كان معانا ناس من المنطقه، من زين العابدين، بيلعبوا في الترسانه. كان اسمه عنتر قريب بكر، بكر اللي هو جاب الجون في انترناسيونال بتاع الزمالك. ابن عمه بيلعب في الترسانه. قال لي ما تيجي معايا، فرحت. دخلت الكابتن سيد بلبل الله يرحمه، كان ذكي جدا. فشافني كده قال لي لا، انت تنزل التمرين ازاي؟ ده انت مزور. قلت له يا كابتن انا مش مزور. قال لي بس لا، انت مزور، لو مش مزور امضي على الاستماره دي. ما فرقش معايا. تحدي، رحت ماضي على الاستماره، اتاري الاستماره دي مؤبد. خلاص اصبحت مقيد في النادي. فرحت التمرين واتمرنت معاه، كنت كان عندي 17 سنه. قال لي السنه الجايه محمد، كان بيلعب سيردي باك، ولما يزنق يلعبني في وسط الملعب عشان اكمل، لان كان جسمي قوي. بعد كده قال لي انت السنه الجايه هتلعب درجه اولى، والسنه اللي بعدها تلعب منتخب. الراجل كانت نظرته يعني ما شاء الله. وقد كانت جالنا مستر ماتيكالو، لمس الموهبه يعني لحضرتك على طول. كنا حوالي 3-4 في الفرقه موهوبين، وكان في الفتره دي المدربين اليوغوسلاف اللي جم جايين الدوله اللي جايباهم. كان تاديتش في الاهلي، كان فاندلر في الزمالك، كان ماتيكالو عندنا في، وكان ماتيكالو ده ماسك قطاع الناشئين في بارتيزان اليوغوسلافي. والراجل كان هايل. وكان كوكيزا في المصري، وكان بوبا في الاولمبي. كانت مجموعه مدربين يوغوسلاف دول اللي اثروا الكره المصريه بصراحه. فماتيكالو اتفرج عليا في مباراه ناشئين، قال لهم، كان يوم الاربعاء، يوم الثلاث، قال لهم طلعوا الولد نمره اربعه. يجي التمرين بكره. انا طلعوني من الملعب، زعلت. لا طلعك من الملعب اصلا. طب كان في مباراه بلعب، فقال لهم يطلع. طلعوني وقالوا لي تيجي بكره التمرين مع الدرجه الاولى. طبعا الدرجه الاولى كابتن شاذلي وكابتن مصطفى نجوم كبار طبعا. الواحد طب هلعب ايه؟ فالراجل يعني كان ذكي جدا، راح واخدني على جنب كده واداني شويه تعليمات عشان انزل التمرين معاهم وانفذها في الملعب. كان في الفتره دي كابتن حرب في كليه الشرطه. وما كانش هيجي ماتش القناه. ماتش القناه يوم الجمعه. تمام. وهنتمرن الاربع وما فيش تمرين الخميس، فمرن لي الاربع على ان هلعب مكان حرب وانزل العب في وسط الملعب، لان هتلعب القناه في اسماعيليه. القناه في اسماعيليه ماتش صعب جدا. صعب، والقناه في الفتره دي كانت يعني تعتبر احسن من الاسماعيلي. الاسماعيلي ما كانش موجود لسه. كانش موجود. فقال لي هتلعب في وسط الملعب وتزيد تقفل على الباك الشمال. وتنزل ما تكون مندافع. كان بيلعب 1-4-2-3. 1-4-2-3. مش موجوده خالص دلوقتي. خالص بليبرو. اثنين وبعدين اثنين في وسط الملعب لازم يكونوا كويسين، والثلاثه اللي قدام واحد ينزل على وسط الملعب يبقوا ثلاثه ثاني. تمام. ويبقى اثنين فراوده، شاذلي ومصطفى رياض. وانا ازيد معاهم عشان داوود الوحش ما يزيدش، كان بيلعب مهاجم على طول باك ليفت. لعبنا وتعادلنا 1-1، تعادلوا معانا هم في اخر دقيقه بضرب الجزاء. واحنا كنا الافضل. فطبعا اداني ثقه كبيره. من ساعه المباراه دي انا ما اتشلتش من الفرقه، ما بقتش احتياطي. بعد ما رجع الكابتن حرب راح معلمني ازاي العب سيردي باك، كان بيجيبني الصبح. لان كانت عندنا والمركز اللي حضرتك كنت مايل ليه اصلا ايه؟ يعني سيردي باك الليبرو. الليبرو. لان هو علمني، لقى فيا ميزه التوقع. بتوقع اللعبه هتتلعب امتى. اهم حاجه المفروض تبقى متواجده في الليبرو. وما بخافش يعني، بعمل انقداد، بس كان في قوه شويه. فعلمني ازاي اروح اعطل، ازاي اتوقع اللعبه، وازاي اغطي، وازاي يعني. الراجل ما شاء الله ما شاء الله. وكان عامل حاجه هو كده فيها في اللائحه اسمها مكافئه اداء. خمس لعيبه كل مباراه. ال 22 ماتش اللي لعبتهم 22 مكافئه اداء. كنت من ضمن الخمسه اللي الخمسه. الراجل هو الراجل كان ما شاء الله يعني، فعلا عمل فرقه اسمها الترسانه، وعمل كيان لنادي الترسانه، وهو اللي عمل الجيل. الجيل الذهبي للترسانه. هو ده اللي عمله مستر ماتيكال. وجي طبعا مكمل معاه كابتن حمدي عبد الفتاح الله يرحمه وكابتن حمزه. فهي دي واستمرت. فلعبت يمكن سنه واحده، وبعدين كان في منتخبين في مصر. الف وب. كان منتخب الف في ماسكو الكابتن حسن حلمي، ومنتخب ب الكابتن حسين مدكور نادي الاهلي. وحبوا يعملوا تحدي، فعمل منتخب ب والف. ب ده اللي هو الصغيرين. اللي حضرتك كنت فيه. كنت انا كابتن الب. كان معايا السياجي، وكان معايا محسن صالح، كانوا صغيرين 18 سنه.
كسبنا الفريق الاول 2-1 كنا بنلعب في النادي الاهلي في الجزيره طبعا لان كان الماتشات كلها ما كانش تلعب في الاستاد كنا بنلعب اتمرن في النادي الاهلي في الجزيره كسبناهم 2-1 ومن خلال المنتخب ده طلعت الفريق الاول ولعبت اول ماتش دولي وانا عندي 19 سنه كان ماتش بلغاريا في 20 سنه ماتش بلغاريا في الزمالك كسبنا 2-1 بيه كسب 2-1 والف الماتش الدولي اتعادلوا 2-2 في الاهلي بينهم كان 48 ساعه والحمد لله من ساعتها على طول في المنتخب ولغايه ما جت لي الخشونه دي والاصابه الارتخاء في الرباط الصليبي وبطلت كوره وعلى فكره كان ماتش الاعتزال اللي عمله برده اللي عمله لي الفريق مرتجي. كان عند حضرتك كام سنه كده في التوقيت ده؟ كان عندي 29 صغير اعتزلت طبعا صغير. لان جالي ارتخاء في الرباط الصليبي وخشونه في الركبه والخشونه دي ساعتها الحاجات دي ما كانش ليها علاج يعني زي دلوقتي الرباط الصليبي الارتخاء فيها ليها تدريب تدريب بس تقويه تدريب تقويات تقويات بس كان في مقابل معاها بقى خشونه في الركبه والخشونه دي جت من كثره اللعب على الارض الصلبه طريقه التدريبات كانت على المدرجات والطلوع والنزول دي في منتهى الخطوره يعني ما كناش بلاش يعرفوا لا دي الخشونه دي في منتهى الخطوره لانها بتبقى بتحس ان في دبوس في الركبه بتعتبر زي الروماتيزم البدري فطبعا نتيجه التدريب ونتيجه اللعب على الارض الصلبه والحاجات دي والترتان هي دي اللي عملت فالحمد لله اتجهت للتدريب على طول واللي عمل لي ماتش الاعتزال كان اتعمل في النادي الاهلي في رمضان جه لحضرتك عقد احتراف في المانيا اعتقد من بريمن كان لما رحت انا وكنت انا وهاني وابراهيم الخليلي وشحته الاسماعيلي رحنا مع النادي الاسماعيلي بريمن بنلعب هناك كان هناك مستر تومسون كان معانا هناك في المانيا سافرنا رحنا المانيا كان بنلعب بريمن كان في يعني بريمن جه للاسماعيلي وراح كان معانا عثمان انبيه الله يرحمه وكان الخلش ميز ده بيتكلم الماني ترسناوي عضو مجلس اداره وبعدين واحنا بنلعب انا كان بلعب سيرد باك وهاني بيلعب باك كنا جابها فكنا جابها يعني قويه هاني من اللعيبه كان كويسه قوي وحافظ وبيسمع الكلام وكان سريع وملتزم جدا فكنا جابها كويسه فشافونا فعرضوا احنا طبعا يعني مش عايز اقول كنا متخلفين شويه يعني اما رفضت العرض مش رفضنا العرض ده احنا قلنا لا لسبب ليه بقى؟ عشان البكالوريوس كنا تربيه رياضيه بس البكالوريوس كان هيدينا كتير وحتى الخلش ميس اما قال لهم الناس استغربوا قالوا هو في شهاده اكتر من الاحتراف الشهاده دي هياخدها في اي وقت لكن بالزبط. الاحتراف دي فتره محدوده بالظبط فرفضنا يعني هاني رفض وانا قلت لهم لا 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 البكالوريوس كنا البكالوريوس احنا الاثنين ورفضنا ما بقول لك كانت العقليه مش 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 عقليه دلوقتي كنا بنحب اللعب بس تلعبوا للمتعه يعني للمتعه وكان معانا ايامها كان الكابتن علي لسه عامل عمليه غضروف ممكن هو من اللعيبه القليله اللي بعد العمليه رجع تاني ورجع هناك وده كان نادر في الوقت ده ان حد يعمل كل اللي بيعمل غضروف بيبطل خلاص وعلى راسهم الكابتن الجهري بطل صغير كان لعيب كويس قوي اتفرجت عليه وانا صغير كان لعيب كويس فبطل كل اللي بيعمل الغضروف كان بيبطل الوحيد اللي رجع علي ابو جريش اتعالج هناك وعمل علاج طبيعي هناك ورجع بقى طبيعي جدا وبقى كويس اتجهت للتدريب مباشره بعد على طول سالت التدريب كانت البدايه منين بقى البدايه كان الكابتن حلمي ابو المعاطي كان في النادي الاهلي يوم ماتش الاعتزال قال لي تكلمني بكره في التليفون او تجي لي فرحت له قال لي احنا واخدين مجموعه مدربين بنعمل في السعوديه في الحرس الوطني كان واخد مجموعه كويسه قوي من المدربين ميمي درويش وشوقي حسين وانوس وكان صلاح حسني وانا رحت معاه وعملنا عملوا في المدارس في الحرس الوطني واشتغلت انا في المنطقه الوسطى في منتخب الشباب بس ما لقيت ان العمل هناك عمل وظيفي بمعنى يعني بنروح الصبح وتمرين والولاد يمشوا وبتاع مش ما فيش مسابقات رسميه فانا ما استحمل هم مفيش سنتين اي منافسات سنتين ورحت راجع اتعاقدت الترسنه اشتغلت في الترسنه وعملت طبعا كذا دوره تدريبيه واول شغلي كان مع نادي الترسنه رجعت على طول على الترسنه واشتغلت ومن فضل الله ربنا وفقنا عملنا الجيل اللي هو اللي كان فيه محمد رمضان ومحمد كمال وفؤاد وادم والمجموعه كويسه والشابوري وجمال عبد الحليم من الفرق كويسه جدا اللي اعادت تاريخ نادي الترسانه تاني لكن لما دخل الاحتراف بقى امير كله دول مشي طبعا سوء نظر من الاداره سوء تقدير قالوا لهم الجهاز اللي تولى قالوا لهم لا 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 احنا عندنا ناشئين ده انت عندك جيل كلهم 25 و26 سنه طبعا يعني في عزهم على راسهم محمد رمضان
يعني يعني الولد مشي بطريقه، لكن طبعا عشان الولد نجم وكويس أكيد. راح النادي الاهلي بالظبط طبعا، فقالوا لا الاهلي، الاهلي هياخد محمد رمضان، محمد كمال الشابوري مشي، ومحمد مصطفى راح المصري. كان عندنا ثلاث حراس راحوا الثلاث انديه اللي نزلونا درجه ثاني والله. اسلام يوسف وكان عصام عبد العظيم وشريف بيوم، اثنين واحد راح المصري وواحد راح الاتحاد، مشوا حوالي 14 لاعب. الفكر كان ساعتها مختلف خالص عن دلوقتي. لا الفكر مش انت عندك فرقه، اوعى تهد كيان فرقه يعني. بالظبط طبعا ده مهم جدا. لا لا عندك الكيان واحد ولا اثنين وزود، ما تمشيش كله وتقول ده الناشئين فين وفين الناشئين. ودي كانت بدايه انهيار نادي الترسانة السنه دي اللي هي 89 90 لما انا مسكت منتخب الشباب وسافرت بيه الحمد لله خدنا كاس افريقيا ورحت بيه لشبونه في البرتغال كاس العالم. هي دي السنه لما الكابتن جوهري رجع سنه 90 وعمل الاحتراف. كل لعيبه الترسانه دول كانوا قضوا خمس سنين خلاص ومن حقهم يمشوا. يمشوا فري فري، ما فيش عقود ولا حاجه، ما فيش عقود، يا اما يعملوا عقود في النادي، النادي رفض يعمل لهم عقود. وهم كانوا عندهم الرغبه، كلهم كان عندهم الرغبه. قالوا لهم لا لا اللي عايز يمشي يمشي، فاهمين ان هم هيقعدوا بقى ومش هي خلاص. فكلهم طبعا ربنا وفق، احمد مصطفى راح عمل احسن مواسم في النادي المصري، اسلام مشي، مخلوف مشي، حسني مشي، كل دول مشي على راسهم محمد رمضان طبعا. هو كان حظه. الفتره بقى بتاعت كابتن محمود الجوهري في اواخر التسعينات حضرتك كنت متواجد في الجهاز الفني. كنت مع الكابتن جوهري بصراحه فتره غنيه، فتره كويسه، بس احنا لم يحالفنا التوفيق لسبب ان احنا كانت المشكله ان كانت راس الحرب بدا ما بقاش في مصر راس حرب. ويا دوبك جبنا احمد حسام لعب. ميدو كان عنده 18 سنه ولا 17 سنه. جبناه لعب وطلعنا وائل جمعه كان بيلعب في المحله، كان في المحله في غزل المحله ساعتها. جه الكلام ده كان في 98 تقريبا 99 2000 2001. ما هو الاثنين موسم دول هو اللي اشتغلنا مع الكابتن محمود الجمعه بالظبط. كانت حظنا ان المجموعه بتاعتنا كانت قويه، كان خلالهم طبعا تصفيات كاس العالم بتاعت كاس العالم 2000. كان معانا المغرب والجزائر والسنغال، كانت مجموعه ناريه ومعانا ناميبيا. وناميبيا طبعا، وناميبيا دي الفرقه الوحيده اللي عطلت كل الفرق ما عدا السنغال. تعادلنا معاها 1-1 اعتقد هناك في اخر دقيقه، ابراهيم سعيد كان جاب جون سعيد. اللي يكسب المغرب اتعادلت مع ناميبيا هناك، والجزائر اتعادلت مع ناميبيا هناك، واحنا كسبنا الجزائر هنا 5-2 من احسن الماتشات. كان في هدف بركات وهدف يعني كابتن صبري كان عنده مرونه. وكان لما نقعد ونتفق على حاجه وتتنفذ لدرجه ان كان بركات لعب باك رايت، محدش كان يتخيل ان بركات يلعب باك رايت في الماتش ده. وكان مفتاح الماتش فعلا، بركات كان متالق في الماتش ده، اول جونين هو اللي عامله. جاب جون كمان ما يتنسيش، الكره لما اتلعبت هل دي كانت جمله تكتيكيه اللي هو الكورنر ياخده بركات تاني يروح رايح ضرب لجوه ويخش على جوه، لان بركات عنده سرعه وعنده مرونه بالزبط. عنده رشاقه. فراح على انه هيلعبها فراحوا موسعين له، راح داخل بيها جوه. يعني هو كان جاي من اليمين راح الشمال بصراحه. لا بركات عامل لعيبه كويسه، اللعيبه التاريخيه، اللعيبه الموهوبه بتفرض نفسها على اي حد. ولازم يبقى ليه مكان، ومش لازم في مكانه، بيلعب في اي حته يعني تلعبه في مكان انت محتاج فيه مثلا عمليه ضغط على حد. عنده القدرات فتستغلها، ودي من الحاجات. حظنا ان ما كانش في راس حربه، هي دي المشكله. كان حسام في الفتره دي، كان حسام حسن ساعتها كابتن حسام حسن كان في كلام ان هو خلاص بقى هيعتزل وبعدين لما راح فرنسا واحنا مسافرين بقى في البطوله الافريقيه في مالي، راح قعد 15 يوم فقل شويه، بعد شويه عن التدريب، ودي فرقت. لكن لو كان حسام موجود لا طبعا كنا كبير. وبعدين كان الكابتن جوهري في ميزه بيقرا الفرقه قبل ما نلعبها وبيحفظها للعيبه، وده حصل في ماتش الكاميرون. ان احنا ما يجيش فينا جون الشوط الاولاني والشوط الثاني ينزل حسام حسن، وفعلا لعبنا وادينا قد كويس قوي اللعيبه، لكن الشوط الثاني هي كوره واحده بس اللي جابها مبومه. مبومه نجم الكاميرون في التوقيت ده طبعا، كوره ثابته واتلعبت راح مغير اتجاهها بدماغه. هي الكوره دي الوحيده. لكن لو كان حسام موجود وكان في حالته كان فرق معانا، وكان احمد أكيد. حسام لوحده، لان احمد صلاح كان صغير لكن لعب، بس كان لسه ما اكتسبش خبره. طب حضرتك طبعا احد اعضاء الجهاز الفني البارزين في التوقيت ده مع كابتن محمود الجوهري، يقال دايما ان كابتن محمود الجوهري كان بيلعب بطريقه دفاعيه، هل ما كل دي صحيحه ولا هو كان اسلوب لعب وتكتيك معين وافكار معينه كان بيطبقها؟ ما حصلش، بدليل ماتش السنغال اللي كان هنا، المغرب اللي كان هنا،
المغرب اللي كان هنا ده اتعادلوا معانا 1-1 كنا نكسبهم بسهوله. كان في هدف كمان ضاع من طارق السعيد ما هو دي اخر دقيقه كان لازم بدل ما يلعبها تتلعب يلعبها بالعرض لعبها في الشبكه من بره بالظبط. ماتش الجزائر كنا بنجيب جون يجيبوا جون نجيب جون يجيبوا جون 5-2 كان في هدف كمان في ماتش الجزائر ده لعبد الظاهر السقه من فاول. ما هو الفاول ده كان كنا متمرنين عليه متمرن عليه عبد الظاهر وقلت له يا جماعه ما يجي فاول قريب من 18 سيبوا له عبد الظاهر. قلت له وجه يا عبد الظاهر ما تشوتش القريب ده يتوجه مجدر تبعدها عن الحيطه. الكره لما تعدي من على الحيطه امير بتبقى سرعتها لا نهائيه لكن الكره لو ثابته والجون شافها لسه سرعتها صفر فالجون بيشوفها. لكن لو الكره عدت ال10 يارده دول وجت عند الحيطه السرعه لا نهائيه الجون ما يلحقش يروح لها بالظبط. السرعه لا نهائيه كان هدف رائع بصراحه. وهي دي قلت له يا دوبك هيحركها لك بره الحيطه وانت اركن رجله كانت جامده عبد الظاهر وكان ملتزم وكسبناهم 5-2 الولد وليد عمل ماتش هايل في اليوم ده. مين؟ وليد عبد اللطيف. وليد عبد اللطيف فعلا لاعب الزمالك في التوقيت ده كان عامل ماتش حلو والظلم من اللعيبه اللي انا بقول ان اللعيبه اللي اتظلمت في الفتره دي انه ما خدش فرصته كويسه في الفتره دي فما كانش مش بنلعبش بطريقه. المغرب هناك احنا اللي كنا بنهاجم عماره كان تحت العارضه وبيلعبها ببطن رجلي طلعت فوق هم جابوا جون بس بغلطه ان كره طويله بتتلعب من بركات لاحمد حسن اساء التقدير راحت ما تلعب الحجي حجي يا دوبك عدلها وشاط من بره 18 دي الكره الوحيده اللي راحوا للجون وهم المغرب ما كانوش مصدقين كنا احنا لازم نكسب هناك. هو ده الماتش الاخر ما كانش فيه توفيق خالص في التصفيات دي. وبعدين في نقطه الجزائر هناك يا امير مش هيخلوك تكسب طبعا باي طريقه. احنا لو كسبنا كنا دخلنا جبنا جون البنالتي حازم امام ميدو او ميدو ميدو جاب الجون وحصل خناقه في الملعب والملعب وقف ربع ساعه ومش عايزين يكملوا الماتش وبعدين لعبنا بقى في ارهاب في الملعب في عنابه ارهاب في الملعب طبعا. احنا كنا بنقول يا رب نخرج بس كانت العمليه غير طبيعيه ومفيش داعي الواحد يقول ايه اللي حصل في الملعب في الفتره دي. الامور دي لحد دلوقتي مستمره يعني مش لا ما كانتش كده بس لا بس اعتقد مستمره في بعض المباريات العربيه يعني تحديدا اللي بيواجهوا فيها اي فرق من مصر بس الماتش ده بالذات لان كان في يعتبر طار ازاي يتغلبوا 5 ما حصلتش ده كان 5 نتيجه واداء فعلا لا المباراه دي نتيجه واداء واحنا رايحين هنكسبهم مصر. هنكسبهم يعني احنا كنا هنكسب مش اقل من 2 ان لم يكن 3 تمام ونازلين وعاملين وكسبنا وجبنا جون وبدانا حصل خناقه في الملعب الماتش وقف الحكم اتغير 180 درجه بعد كده تمام. بقى خايف لغايه ما جابوا جول التعادل قلق وبعدين في السنغال نبيل سابت الماتش مغلوبه 5 عمرها ما تحصل. هو بصراحه برضه السنغال كان عندها جيل ذهبي الحاج ديوف بس فرقتنا كانت افضل احنا كسبنا اتعادلنا هناك وجبنا جون واحمد حسن جاب جون والحكم ما حسبوش تمام وكسبناهم هنا 1-0 بالجون بتاع ميدو. طيب حضرتك وانت بتسرد لي طبعا يعني مسيرتك مع الرياضه من اول ما كنت في المدرسه ويمكن اتكلمت قلت ان كان في اهتمام بالرياضه في المدارس طبعا وده اعتقد شيء مهم بنفتقده في الفتره دي في مصر مفيش اهتمام كبير جدا حتى الملاعب قليله في المدارس مفيش. شايف الجزئيه دي مهمه ازاي لتربيه نشئ يكون اضافه للمنتخبات فيما بعد والانديه بشكل كامل في مختلف الالعاب مش كره القدم بس. لا بالنسبه للمدارس هتبقى صعب صعب لان الناس كلها متفرغه لتعليم المواهب موجوده كتير والانديه عندها ملاعب كتير وفي خامات كتير داخل الانديه اللي بياخد فرصته ويشتغل صح بيزيد. في بقى حاجه مضاده ليها الاكاديميات اللي انتشرت دي زي لكن بالتحديد في المدارس ليه ما يكونش في اهتمام بالمواهب مفيش امكانيه مفيش اماكن للممارسه بالظبط وهي دي المشكله بي بي بيبنوا في الـ في الـ في الـ كان الاول الحوش ده بيبقى فيه ملعب يا اما ملعب هاندبول يا ملعبين باسكت يا ملعب فولي وملعب احنا كان عندنا في البرهاميه ملعب هاندبول وملعب طايره وملعب باسكت ثلاثه وكنا بناخد كليه الطب القصر العيني اللي هي كليه طب الاسنان اللي في القصر العيني القديم كان في ملعب ده كان بيتمرن فيه فرقه الكوره وبنطلع 3 أيام في الاسبوع بعد الحصه الثالثه 3 أيام في الاسبوع نروح دلوقتي انت لو لعبت يوم في الاسبوع بس مباراه في المدرسه يعني دي هتبقى حاجه كبيره جدا. لا كنا بنطلع 3 أيام في الاسبوع وكان في دوري مدارس قوي جدا انا فاكر الابراهيميه والسعاديه عملوا نهائي قبل دوكلا براغ في الزمالك يعتبر منتخب بيلعب فوق ومنتخب منتخبين تحت كانت المدارس الثانويه بتعج بالنجوم لكن دلوقتي الاولاد كلهم بيتجهوا للانديه والانديه عندها
عندها اوريدي لعيبه متواجده عندها لعيبه بس في فرصه ان انت تكتشف مواهب زياده مش هتكتشف في المدارس وحتى لو رحت المدارس اكتشفت هتلاقيه مسجل في نادي فهي دي النقطه لكن المدارس بقى المقابل ليها مراكز الشباب اكيد يعني مراكز الشباب انتشرت على مستوى الجمهوريه في اكثر من 4000 مركز فعلا. دلوقتي فعلا. لكن بيسيئوا الاستخدام المراكز دي معموله للممارسه أكيد. دخلوهم في دوري مناطق ودخلوهم بقى عاملين فرق وبيشتركوا فاصبحت الممارسه مش موجوده مين اللي هيمارس طيب. خلينا بقى نستفيد بخبرة حضرتك في المجال التدريبي ونتكلم شوية عن منتخب مصر خلال الفترة دي ومستر أجيري وتولي المسؤولية والراجل لعب 4 مباريات رسمية لحد دلوقتي مع منتخب مصر فاز في الأربعة وكان آخرهم مباراة تونس كان أداء جيد لكن البعض قلق دفاعيا يعني بشكل عام تقييمك إيه لأداء المنتخب خلال المرحلة الأخيرة بالتحديد منذ تولي مستر أجيري؟ لا هو الماتشين الأولانيين الفريقين متواضعين ثلاث ماتشات الأولانيين ماتشين سواتيني وماتش النايجر متواضعين طبعا فرق متواضعة بدليل إن احنا 12 نقطة هم نقطة بالظبط يعني ما خدوش حتى من بعض تعادلوا مع بعض يبقى ندور لكن المستوى الحقيقي هو ماتش تونس سواء هناك او هنا احنا هنا الماتش اللي كان هنا لعبناه على فترات اللي هناك كان في اول التصفيات خالص خسرنا في الاول خسرنا 1-0 كان في عهد مستر هيكتور كوبر كان هيكتور كوبر الماتش اللي كان هنا ما يعني اديناه على فترات الراجل بيشوف الفرقه وطبعا المستوى اللي ملحقش يعمل ماتشات اعداد مفروض المنتخب ده ليك ماتش او ماتشين كل شهر لكن طبعا نتيجه الضغط الدوري العام بالظبط ما بيديش فرصه لان الانديه طبعا اللعيبه هتبقى مرهقه و فبالتالي ما عندوش فرصه ان هو يعمل اعداد لكن ماتش تونس لعبناه على فترات وما زلنا ودي ظاهره باينه قوي بنعتمد اعتماد كلي على امكانيات محمد صلاح الولد كويس ما شاء الله وعنده انكار ذات بيلعب مع زمايله وبيوصل يعني شبه متكامل شبه متكامل حتى الجون اللي جابه بمنتهى السهوله نتيجه تمريره منه لاعب متمكن صلاح الولد لعبها له كمان كويس يعني شوف لما يكون لعيب موهوب برده الولد الباصه بتاعته وصله للجون وهو عدلته خلاص بقى انفراد واي واحد يلعبها في قبلها بدقيقه بتاع تونس انفرد بالشناوي شاطها في صدره اخت اللي جابها محمد صلاح محمد صلاح شاب صغير هو ده اللعيب المحترف عالمي بالظبط لعيب عالمي يستاهل كل اللي هو فيه أكيد. بصراحه امكانياته كويسه وبيفرق معانا احنا بقى محتاجين الفتره اللي جايه ان ما يبقاش الامكانيات لان ممكن فرقه تيجي تمنع الامداد عن محمد صلاح لازم يكون في حلول اخرى في حلول ثانيه يبقى في لعيبه ثانيه احنا عندنا قصور في راس الحربه وقلبي الدفاع بالظبط ده اللي بيلعب حضرتك فيه يعني شايف ازاي سوء اداء المدافعين الفتره الاخيره في مصر في مختلف الانديه ومنتخب مصر في الانديه وايضا حضره المهاجمين كمان في وما فيش مهاجمين وما زلنا في اصرار يعني مروان محسن لعيب كويس مش جاهز ده خارج من اصابات يا جماعه وعمالين بس مروان بقى له فتره خارج من اصابات بس ما خدش لسه ما هي الاصابات دي بعديها بتاخد بيعمل اعداد وبياخد مباريات عشان يكتسب يا امير لياقه المباريات. هو لسه ما وصلش للدرجه اللي كان فيها قبل الاصابه. ممكن برضه عشان مروان ما بيلعبش كتير بصفه مستمره ده ممكن ما يساعدوش. ما انت عشان تكتسب لياقه الماتشات يا امير لازم تلعب مباريات كتير. رجلك في الملعب. طول ما انت في التمرين دي لياقه مباراه تمرين. لياقه مباريات حاجه ثانيه. لياقه ذهنيه ولياقه نفسيه ولياقه بدنيه ولياقه فنيه ولياقه تكتيكيه حاجات كتير بتكتسبها من دخولك الملعب. مع زمايلك تمام احنا ما زلنا في راس الحربه عندنا ازمه وفي قلبي الدفاع مع احترام الكل اللي موجودين لان قلبي الدفاع دول ما يكون عندك قلبي دفاع كويسين بتبقى شبه اطمئنان ودي حجازي مش مطمئن يعني انا شايف حجازي يطمن شويه يعني مدافع قوي بس في غلطات صعبه قوي قوي مش من لاعب مبتدئ يا امير قلبي الدفاع ده احنا بنشوف قلبي الدفاع في اي حته هو مفتاح الماتش وهو الدفاع الاول للماتش بيبتدي من تحت دلوقتي ودي الطريقه اللي بيلعب بها جوارديولا والعالم كله بيلعب بيها دلوقتي بيبتدوا من عند حارس المرمى وقلبي الدفاع لما يحصل ضغط عليك بيروح مرجعها للسردباكين او للحارس المرمى ويبتدي يهاجم يفتح من جديد ما زلنا قلبي الدفاع حجازي مش وحش بس طبعا بعده عن الماتشات دي برضه مقصره اللي جنبه دي برضه مشكله
احنا مش عايزين اتنين قلب باية دفاع، احنا عايزين اربعة، عايزين خمسة. ممكن يجي ماتش تلعب بثلاثة قلب دفاع وتلعب بظاهرين مهاجمين جناحي زي ما كان اجيري بيلعب. اجيري بيلعب، سوري عفوا كوبر، لا كان على طول مستر مانويل جوزيه. مستر مانويل جوزيه طبعا بيلعب بثلاثة ارتباكات ومعتمد على الطرفين، وعشان كده كان بيهاجم الفرق. واصل مصر ما فيهاش اثنين راس حربة يلعبوا على اي ديفنس، فما بالك بقى لما يكون واحد بالزبط. انت بتثبت له اثنين او ثلاثة. بس احنا عندنا برضو عنصر مباشر وهو صلاح محسن كراس حربة لسه صغير، اعتقد هيفيد الفترة الجاية سواء النادي الاهلي لسه ما خدش الفرصة. انا ما اعرفش متأخرة ليه كده، يعني ممكن في النادي الاهلي متأخرة شوية عشان في وليد ازارو مثلا لعيب وليد وليد كان بيلعب فترة اخيرة بمهاجم واحد. الاصابة اللي جات لوليد اللي كان ممكن صلاح ياخد دل. لكن في المنتخب انا شايف لو صلاح محسن لعب مكان مروان كان هيبقى افضل، لانه حركته اسرع، والولد جربناه في اكتر من مباراه بالظبط. الولد ولد اكتف وموهوب، طب ليه نعمل وخوف؟ بقى في خوف الصغير ده ما يخافش. واستمرار اللعيب السليم افيد من المصاب او اللي خارج من اصابه طبعا. وبعدين لما اديله الماتشات اللي كانت سهله دي كان لازم صلاح محسن يبقى موجود، كان لازم يلعب فيه، كان لازم يلعب. الولد موهبه كويسه قوي، خصوصا ان انت مش لاقي مهاجمين. ما بتلاقي مهاجمين بتهاجم على طول، ممكن تكتشف موهبه زي دي بتهاجم على طول. والولد جربناه في الماتش اللي قبل الاخير اما راح للجون يا دوبك عدلها وحط جون في لحظه. شوف تحركاته، شوف دخوله على الكره، شوف تعاونه مع زمايله، سرعته كمان. ودي سمه اساسيه دلوقتي في اي لعيب في العالم اعتقد، يعني لازم تكون السرعه لبعض او بعض المدربين بيلعبوا على النقطه دي. السرعه الموجوده والتوقع، هو توقع ان الكره هتبقى هنا. هي محمد صلاح الماتش بتاع الكونغو اللي كسبناه هنا ودخلنا بيه كاس العالم عمل ايه؟ توقع الكره لما عدت من السردباك. لو صلاح مش متوقعها ما كانش جري، كان وقف وطالت راسها راحت ضربه مرمى. لا توقع وراح وكمل وجا وراح جابها نفس الكره اللي جابها في تونس، بس تونس كانت المساحه ضيقه شويه دي بتاعت صلاح. هنا التوقع، التوقع ده بيبقى عند لعيبه امير بيزيد عن كل اللي في الملعب، ودي سمة لازم في اللعيب يتوقع. بتوقع حاجتين، خطأ الخصم ودي بتبقى مصلحتي، وخطأ زميلي ودي لمصلحتي برضه. يعني المفروض اي لعيب رايح يغطي وبالذات السردباكات، التوقع ده اهم ميزه في السردباك. رايح اغطي حجازي بس حجازي هيقطعها، بس لازم اتوقع انه هيغلط. لو غلط يبقى انا غطيته، لكن لو خلاص انا عامل حساب ان حجازها هيغطي وغلط زي الكره اللي وقفها بتاعت تونس دي. والجون ده بالظبط الهدف الثاني. فين السردباكات؟ فين اللي جاي بيغطي اللي ماسكه؟ ما هو بيبقاش غلطه لاعب، بيبقى غلطه مجموعه. فالتوقع ده سمه موجوده، واللاعب اللي بيتوقع تبص تلاقي نجوميته بتفوق كل اللي موجودين، واللي ده اللي موجود في محمد صلاح. بيتوقع السردباك الراجل ده هيجي له منين، تلاقيه رايح من عكس الاتجاه بيتوقع التغطيه. مين المدافعين اللي كان بينجح في الجزئيه دي على يعني مدار الفترات حضرتك طبعا اللي عصرتها كنت مدرب كبير، وخلال الفتره دي مين المدافع اللي كان لفت نظرك قبل كده، ومين المدافع اللي يقدر يعني يحل هذه الازمه حاليا في القدام؟ في القدام كان ابراهيم يوسف طبعا، حسن حمدي طبعا. حسن حمدي كان بيتوقع، حسن حمدي مش قوي بس كان بيتوقع خطا زميله او بيتوقع الكره دي هتعدي من زميله، بيتوقع الخصم هيجي له منين. عشان كده سموه وزير الدفاع بالظبط. ابراهيم يوسف كان مميز جدا في التوقع. في المجموعه اللي لعبت معانا بقى الولد عبد الظاهر السقا، عبد الظاهر السقا كان مميز بصراحه. هاني رمزي، ابراهيم سعيد، ابراهيم بس مخه بي 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 عارف لكن كان موهبه كبيره. هو موهبه، كان هيبقى احسن لعيب كره في مصر بصراحه. اولا سريع، مهاريا عالي جدا، توقع عنده عالي جدا، بس بيجي له لحظه في الماتش بيحس انه اكبر من الناس اللي موجوده كلها. ودي اللي ما حدش عارف يسيطر عليه فيها. تمام. لكن هو الولد كان من احسن لعيبه في مصر، كان نجم كبير، احسن لعيب كوره كان هيبقى في مصر، كان موهوب، كان هيبقى احسن لعيب جه على مر التاريخ. سردباك بيلعب وسط ملعب بيلعب، المنتاليتي بتاعته هي اللي اخرته للاسف. هو ما كانش بيسمع كلام حد، يعني حاولنا نروضه في المنتخب، يعني كان على طول حتى علاقته مع زمايله كان حد. لدرجه ان احنا رجعناه من مالي، تم ترحيله في التوقيت بعد 48 ساعه. يعني ما حدش يعمل كده ابدا. تمام. في الوقت الحالي بقى مين المدافع اللي شايفه يقدر يكون مفيد للمنتخب؟ الولد متولي، محمود متولي بتاع الاسماعيلي، لاعب مميز بصراحه، لاعب مميز جدا.
مميز بيتوقع صح وبيقطع صح، والسردي باك بيبتدي هجمه تمام حتى لو رايح يغطي ما بيطلعش بيبتدي بيقطع ويسلم من السردي باكات الكويسه تمام. طيب نقدر نقيم منتخب مصر والجهاز الفني بالتحديد، وخصوصا ان هو جهاز فني جديد، خلال الاربع مباريات اللي فاتوا ولا لسه شويه على التقييم؟ لسه، لان احنا ما لعبناش الماتشين، ماتش تونس، ماتش تونس ولكن الماتشين التانيين يعتبر ماتش تونس دي. يقلق ولا يطمن جماهير الكره المصريه؟ لا يقلق، يقلق طبعا، رغم ان انت فزت وباداء يمكن كان جيد، لا بس هم تونس كانت هتخطفك هنا قبل ما تجيب انت الجول. بالظبط، كان ممكن النتيجه تبقى 3-2 لتونس. لو جت 3-2 انسى، كان خلاص. وهم لعيبه مميزه وخدوا مننا وسط الملعب، معنى ان هو ياخد مني وسط الملعب؟ لا. فالمطلوب في الفتره اللي جايه يا امير تبقى الاختيارات بعيد عن الاسماء القديمه. اعتقد ده اللي بيحصل، او دي السياسه المتبعه دلوقتي، نتمنى. وبعدين بس بالنسبه، بس رغم ان لازم اعتقد يعني وجهه نظر حضرتك عايز اسمعها برضو في الجزئيه دي، وبعض العناصر الخبره اللي لازم تكون متواجده في الخبره لازم تبقى موجوده، ما حدش قال لا، بس الخبره تكون ايه؟ بتمارس وبتلعب. بالظبط، مش خبره ما بتلعبش، زي امثال احمد فتحي ووليد سليمان مثلا. احمد ما شاء الله، ده لعيب يعتبر لعيب تكتيكي، اللي هو اللعيب الايه جوكر، اللي عنده مرونه يلعب في اكتر من مكان. بالظبط، ده اللي هنا بقى الاختيار، لما نيجي نختار اختار اللعيب اللي يلعب في اكتر من مكان، عشان ما يحصلليش دروب ان انا وقع واحد مش لاقي مكانه. لا، عندي اللعيب اللي بيلعب في المكانين، وكل اللي بيلعب في اثنين احسن، لو بيلعب في ثلاثه يبقى افضل. بالظبط، زي عينه احمد فتحي، هيبقى في مرونه تكتيكيه في الملعب. اللعيبه اللي بره نمره واحد يكون بيلعب، لو هو اسمه ايه ما بيلعبش ما تجيبوش، زي كل منتخبات العالم بتعمل كده فعلا. اللعيب المميز اللي بيلعب يجيبوه، اللي ما بيلعبش ما يجيبوش، لان ما عندوش الشاشه. انا في المنتخب جاي بمرن تدريبات تكتيكيه عشان اعمل الخطه ازاي وهنفذ ازاي، مش همرن لا لياقه ولا هعمل ماتشات. صح، فاللعيب يجي لي جاهز، زي مثلا محمد صلاح، النني ما كان في الارسنال وكان بيلعب، دلوقتي النني مثلا ما بيلعبش، بيلعب مباريات الدوري الاوروبي بس، الولد ورده كويس قوي بيلعب. تريزيجيه الفتره الاخيره مش يعني الفتره الجايه مش هيلعب ورده تقريبا. تريزيجيه ما شاء الله، يعني من اللعيبه اللي فعلا اللي تريزيجيه مظلوم كمان، مظلوم بس لعيب كويس قوي، ومجهوده باين، ويعتبر رجل المباراه، وكان رجل المباراه في تونس. بالظبط، يعني ما شاء الله ما شاء الله تريزيجيه. نتمنى الاستمراريه، دي اللعيبه اللي ادور عليها، هي الخامه دي اللي انا احاول اشتغل من خلالها. في بقى نقطه مهمه جدا يا امير، وهي الدوري المحلي. الدوري المحلي مش قادرين يفرز لنا، لان طالما النادي الاهلي في دروب بيبقى المنتخب نفس الحكايه في دروب. الا لما كسبنا 6 و8 و10 كسبناهم، كان الاهلي في القمه طبعا، وده اي منتخب في العالم بيعتمد على فرقه واحده، ودي مش عشان النادي الاهلي. برشلونه خدت كاس العالم باسبانيا، يعني برضو خلينا نقول الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك كان في مجموعه في الفتره دي، بس كانت العناصر الاساسيه من الاهلي، معظمها من النادي الاهلي. والناس قالت ايه؟ ما قالتش النادي الاهلي، قالت مصر بالظبط، لان كان الدوري قوي جدا. المانيا بتعتمد على بايرن ميونخ، بايرن ميونخ الفتره دي مش في فتره كويسه بالنسبه لهم، عشان كده منتخب المانيا اتغلب الماتش اللي فات. لا بقالهم فتره وحشين. طيب برضو عايز استغل فرصه حضرتك معانا اخيرا ونتكلم عن النادي الاهلي وازاي يقدر يمر بالكبوه، ان شاء الله تكون كبوه مؤقته يخرج منها النادي الاهلي سريعا، رؤيتك للموقف بالنسبه. لا، هو ما نعتبرهاش كبوه، هو بيعتبر نزول بس في الخط البياني شويه، وهي نريح ونبتدي تاني، يطلع تاني، لان النادي الاهلي تعتبر منظومه كبيره، مش فرقه بتعتمد على سنه ولا سنه. وبعدين في نقطه مهمه جدا يا امير، بطولات النادي الاهلي كتير، يعني لو انا في سنه فوتت بطوله بس ببني فرقه، زي ما عمل كان الاهلي بيعمل فرقه وعمل الفرقه وراحت واخده 7 سنين ورا بعض، خدت كل حاجه. النادي الاهلي مش هيتحصل دي تاني. ليه؟ لان العناصر كتير وعناصر كويسه. قد يكون صدفه سوء توفيق في بعض الاختيارات، اللعيبه اللي جايه من بره. مش اي لعيب يلعب في نادي ونلاقيه كويس اروح جايبه النادي الاهلي. قصد حضرتك على اللعيبه المحليه بالتحديد؟ المحليه، انا بتكلم على المحليين. لان احنا عندنا محترفين بصراحه جيدين. لا واحد بس اللي جاي. واحد بس اللي جيد؟ اثنين جيدين والثالث امكانياته محدوده. احنا عندنا اربعه. اللي انا بتكلم على وليد ازارو. وعلي معلول اجاييه. وعلي معلول، لكن كوليبالي لا، قليل قوي يا جماعه. مش ده اللي يلعب في النادي الاهلي. ده سعد سمير اللي شايل. معلش، هو في الارضي في العالي ما شاء الله، في العالي كويس، لكن في الارضي لو رجعوا
الجهاز الفني راجع المباريات اللي لعبها كلها في الارض، حتى الرشاقه عنده مش موجوده نتيجه طوله. اي حد بيعدي ما بيلحقش. لكن حضرتك متوقع الاهلي يخرج من الجروب ده سريعا؟ لا ولا يخرج، لان في مجموعه لعيبه كتير، الصف الثاني عنده مجموعه كويسه، كمان عوده المصابين هتبقى مهمه. المصابين لما هيرجعوا هيرجع اصلا تعاقدات كمان في يناير، وده شيء ان شاء الله مؤكد يعني هيكون اضافه للنادي. لا مش عايزين نعتمد على التعاقدات، لا هي بتبقى عنصر اضافه للفريق، ما يزيدش الا واحد ولا اثنين لسبب بسيط يا امير. انا شايف الانديه كلها كل واحد هيضيف اربع عناصر او ثلاثه، نقول اثنين، تمام، اثنين في 18 فرقه يبقى 36 ايه عنصر. فين ال 36 عنصر اللي هيروحوا الانديه دي حسابيا؟ فينهم؟ يعني لو هيروح خمسه سته مثلا، اثنين هيروحوا الاهلي، واحد هيروح الزمالك، او اثنين هيروحوا الزمالك، هيروح المصري، هيروح بيراميدز، فين الباقيين؟ كل الانديه بانيه امال، مجرد ما يرجع الاصابات صدقني مش محتاج حد من بره. مجرد الاصابات دي ما يرجع علي معلول واجاي، بالذات علي معلول واجاي ووليد ازارو والولد صلاح محسن ده ياخد فرصته، وعوده احمد فتحي كمان، وعوده احمد فتحي ده مفروغ منها. احمد فتحي ده حاجه اساسيه طبعا طبعا، ويرجع وليد يبتدي يرجع شويه، ياخد فتره راحه ويرجع. لان النادي الاهلي عنده عدد كبير من اللاعبين، هي بس عمليه ضغط الماتشات هي دي اللي دخلت التاثير، وبنلعب في اكتر من بطوله. يعني يا ريت الواحد يقول هلعب في بطوله او اتنين بس. تمام، سريعا عشان نختم مع حضرتك اللقاء الممتع ده، على نادي الترسانه، شايف ازاي يقدر نادي الترسانه يرجع لسابق عهده وانت احد نجوم السابقين في نادي الترسانه؟ ان يبقى في تعاون في الاداره بس. تمام، لان ما زالت الاداره، يعني انا الاداره الفتره اللي فاتت دي بعد استبشرنا خير بالانتخابات لما جت الاداره دي يا امير، تمام، فوجئنا ان كان في امين صندوق وتوفى كابتن فريد الله يرحمه، فكان في ترشيح للكابتن صلاح فتاح، فوجئنا ان في اختلاف في الاداره مش عايزين امين صندوق، وبعد ما نجح المفروض ان خلاص يلموا الشمل بقى، لان الفرقه في المركز الخامس بالزبط. وده مش اسم الترسانه. فنجح الكابتن صلاح، عملوا اول اجتماع شفوي، ما يحصلش في اجتماع اداره بيبقى شفوي، يعني الموضوع المشكله كلها مشكله اداريه، ويقدر ان شاء الله النادي هيرجع. بس الناس ناسيه حاجه يا امير، وهي نادي الترسانه في التصنيف يعتبر ثالث على مستوى مصر، بعد زمالك، اهلي، زمالك، ترسانه، سواء بطوله دوري او بطولات كاس، تمام، او امداده للمنتخب. أكيد ده تصنيفه الطبيعي. أكيد، لكن اللي هو فيه ده طبعا دي مسؤوليه الاداره، وربنا يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمد ابو عز طبعا نورتنا وشرفتنا النهارده. شكرا، بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقائنا طبعا مع الكابتن محمد ابو العز، مدرب منتخب مصر السابق في الجهاز الفني الخاص بالكابتن محمود الجهري فتره من الفترات، واحد اللاعبين المميزين في تاريخ نادي الترسانه. اكيد كان لقاء مهم وجيد، واتكلمنا فيه في العديد من الامور بتخص الكره المصريه. بعد قليل ان شاء الله هتكون فقره اخرى مهمه، وهي خاصه بالالعاب الاخرى داخل النادي الاهلي، ومن خلال طبعا الكابتن خالد العوضي الكابتن الكبير، وهيستضيف فيها كمان في هذه الفقره نجمة الكاراتيه في مصر وفي النادي الاهلي وبطلة العالم طبعا جيانا فاروق. اكيد هيكون حوار مهم ومميز. قبليه طبعا هيكون في بعض الاخبار الخاصه بالالعاب الاخرى. استنونا بعد الفاصل.